بسم الله أبو الابن الروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني عبائي. إرادة الله قدستكم. تعالوا نفكر في الآية الجميلة دي، لأنه لما بيقول كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب، هي دي حياة القداسة، إنك تبقى ثابت قوي. ودي البولس هنا من تسالونيك الأولى 4 قال لنا إيه؟ إرادة الله قدستكم. دي الآية بتاعة تسالونيك الأولى 4:3. السؤال بتاع يا رب عاوز مني إيه؟ أقرب وأبسط وأصغر وأسهل إجابة، عاوز القديس. وطبعا بالنسبة لنا هيبقى رد الفعل إيه لو أنت سألت المسيح النهاردة عاوزني أعمل إيه؟ يقول لك عاوزك قديس، مش هيقول لك تعمل إيه، يقول لك أنا عاوزك على بعضك قديس. هتقول له لا 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 لا، يعني إيه؟ فين أنا والقداسة؟ الكلام ده مش تبعي. عارفين المسيح هيقول لك إيه؟ ليه يا حبيبي؟ ما أنا اللي هعملك قديس، مش أنت اللي هتعمل نفسك قديس، أنت سيب نفسك وأنا هعملك قديس. فإرادة الله قداستكم، إحنا دايماً مستبعدين إن كلمة قديس دي بتاعت الأيقونات، أمنا العذراء بقى، يوحنا المعمدان، ماري جرجس، ناس محترمة يعني. إرادة الله قداستكم دي مطلوبة من كل المؤمنين. ليه؟ لأن طالما خدت الروح القدس الطبيعي بتاعك تبقى قديس. فاهمين المبدأ ده؟ لأن الروح القدس بيعمل قديسين، شغلته كده. حضرتك فيك الروح القدس ولا لا؟ خدته طبعا بعد المعمودية، وكل قداس بتاخده تاني بتتملي يعني، يبقى الطبيعي بتاعك تبقى قديسي. من هنا تلاحظوا في النص في القداس دايما ابونا يعامل الشعب بالذات على اخر القداس على انهم ايه؟ يقول القدسات للقديسين. هو مين اللي هيتناول؟ الملائكة؟ لا. القديسين اللي في السماء؟ لا. مين اللي هيتناول هذه القدسات؟ هتروح لمين؟ لشعب الكنيسة. يبقى بقى قديسين. وضحت؟ عشان كده القداس بيعمل قديسين. كلمة قداس حتى هي مصنع قديسين. تعالوا نعيش مع فكرة، هو احنا فعلا ممكن نوصل للقداسة؟ دي وصية قديمة موجودة في اللاويين زمان، تكونون قديسين لأني أنا قدوس. وبعدين كررها العهد الجديد أكتر من مرة، منهم في رسالة بطرس مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. يبقى ربنا إرادته ثابتة من كل البشر، من ساعة ما جاب آدم وحواء عاوزهم قديسين. قديسين يعني شبهه، قديسين يعني تبعه، قديسين يعني زيه، لأن الله قدوس. قدوس يبقى عاوز كل اللي معاه قديسين. قديسين يعني ما بيغلطوش على الأقل، لكن كمان فيهم كل الصفات الحلوة بتاعت ربنا. في يوحنا 17 المسيح صلى من أجل قداسة الكنيسة، قال قدسهم في حقك، يعني قدسهم يعني خليهم قديسين. إذا تاني ده بيأكد إن ده غرض المسيح. في كورنثوس 2 مثلا يقول إيه؟ لنطهر ذواتنا. يبقى علينا دور. صحيح بنقول القداسة جاية من ربنا، بس إحنا علينا دور لنطهر ذواتنا. بتبقى في فكرة وحشة شيلها، في سلوك وحش وقفه، في كلمة بطالة لا لازم توقف، عليك دور تعمله. من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة. يبقى ايه؟ ربنا اداك قداسه بس كملها بدورك، اعمل اللي عليك عشان ربنا يشيل اللخبطه وتكمل القداسه. معنى القداسه هو نفسه معنى الكمال. احنا كلنا ناقصين، بس ربنا بيكملنا، بيكمل النواقص، قوته في الضعف تكمل او تكمل، نفس الفكره. فهو اللي بيخليك بيرفكت. انت ما تقدرش تبقى 100% لوحدك ابدا، محدش فينا يقدر، ولا تبقى قديس لوحدك. هو بيعمل الحاجة اللي انت ما تقدرش تعملها، بس لو في حاجة تقدر تعملها اعملها. مرة تانية يقولها بولس مثلا، تكونوا بلا لوم بسطاء. دي قداسة، ان ما يبقاش في غلطة، وتبقى عايش ببساطة منور كده بلا عيب وسط جيل معوج ملتوي، الناس بتكذب وبتسرق وبتزني وبتعمل كل حاجة، انت مختلف. ليه؟ لان قديس. ليه؟ لأن الروح القدس فيك، لأنك تبع أبوك كأنوار في العالم. في مرة تانية يقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة، يعني دور على القداسة. إذن في آيات كتيرة بتقول لنا ركزوا في موضوع القداسة،
اللي هو للأسف بعيد تماما عن ذهن أغلب المسيحيين. نادرا ما في صلواتنا بنقول يا رب اديني قداسة، نادرا. طب ليه؟ ده هو ده الطبيعي على فكرة. كلمة ليتقدس اسمك معناها الطبيعي عارفين ايه؟ خليني قديس باسمك. هو يتقدس اسمك، هو اسمه رأس قداسة، ما اسم الله قدوس، مش انا اتسميت على اسمك، فليتقدس اسمك فيا. يعني كرامة لاسمك خليني قديس بقى، احسن اجيب لك الكلام. اذا يتقدس اسمك طلب قداسة في كل مرة نقول ابانا اللازم. خطوات القداسة من ناحية ربنا، ربنا عشان يقدسنا عمل حاجات كتيرة أوي، تجسد، مات، وقام، صعد، حط فينا الروح القدس. بعدين الكنيسة خدت كل اللي عمله المسيح وبقت تحط لولادها المؤمنين، فبقت تقدسهم. فبيقول كان أناس منكم، كان بيحكي عن الوثنية والأشرار، لكن اغتسلتم، دي اسمها ايه دي؟ معمودية. بل تقدستم، دي الروح القدس، دي الميرون. بل تبررتم، دي الحياة في الكنيسة، الالتصاق بالمسيح، الإفخارستية من لي باسم الرب يسوع وبروح إله. يبقى تاني، المسيح عمل دور عشان يرجع القداسة اللي راحت من آدم وكل بني. الكنيسة عليها دور تاخد القداسة اللي في المسيح توصلها لعيالها بالأسرار المقدسة. فهمتوا الفكرة؟ عشان كده ما يكونش في قداسة من غير معمودية ولا ميرون ولا توبة ولا تناول، من غير دول ما فيش قداسة، فما فيش سما. عشان كده أي مسيحي بيعمل الأربعة دول، منهم اتنين بتعملوا مرة واحدة، معمودية وميرون، لأن ده زي ما المسيح مات مرة وقام مرة، أنت بتموت وتقوم مرة. الروح القدس نزل مرة على الكنيسة، أنت بتاخده مرة في الميرون. بعد كده بقى رحلة العمر توبة وتناول، دول يرجعوك للقداسة أول بأول. كل ما تتوسخ في الدنيا ترجع تنضف تاني بالتوبة، تلزق في المسيح، تاخد القداسة، الكنيسة تقول لك قديسين، وهكذا. ده اللي أنا قلته ببساطة، إنه رحلة القداسة مكملة معانا، لكن في جهاد القداسة. يعني إيه؟ إنك تحافظ على نفسك نظيف. عشان كده تلاحظوا في توصيات على القداسة، انتوا اشتريتم بثمن، يعني المسيح دفع ثمن غالي قوي. مجدوا الله في اجسادكم. عشان كده لما قال ارادة الله قداستكم بدأها بكلمة ايه؟ تمتنعوا عن الزنا. يبقى بداية السكة ايه؟ مش معقول تبقى هتاخد قداسة وبعدين تعيش في زنا. يبقى مجد الله في جسدك وفي روحك التي لله. طب طريق القداسة يبان صعب، كل ما نسمع عن قديسين نقول احنا فين وهم فين. خلي بالك الروح يعين ضعفتنا. يعني انت ضعيف، مش بتركز في الصلاة، قلبك ضيق، مش بتحب بعض الناس، لسه لسانك مفوت، كل ده له علاج عند ربنا، لأن الروح يعين ضعفتنا. هو عارف انك ضعيف وناقصك حاجات كتير، بس انت معاك ربنا نفسه ساكن جواك، هيساعدك عشان توصل للقداسة اللي تبدو بالنسبة لك بعيدة أو مستحيلة. بالنسبة لربنا دي طبيعته، سيبه يعمل شغله، هيظبطك من جوه وبره ويخليك قديس. الروح نفسه يشفع فينا. عشان كده تلاحظوا ساعات يا جماعه لو تصلي بحراره تلاقي نفسك طلبت طلب انت ما كنتش محضره، كانش في بالك. طلبت مثلا سلام او نعمه او امتلاء بالروح او نقاوه قلب، او ايه اللي جابها في قلبك دي؟ ده الروح القدس اللي بيبقى شايف النواقص وينطقك، يشجعك تصلي في اتجاه القداسة من غير ما تاخد بالك. طبعا طريق القداسة يحتاج كلمة الله، لأن كلمة ربنا تدي القداسة. كل ما تقرب من الإنجيل وتحفظ آيات يتقدس فكرك وقلبك وجسدك. أنتم الأنقياء بسبب الكلام. أرجع للي ابتديت بيه، القدسات للقديسين. ما تقدرش تقرب من الإفخارستية، جسد مقدس، دم كريم، دمك مقدس، إلا لما تكون قديس. وعشان كده في قداس، عارفين ليه؟ بيجهزك للتناول. ليه ما بنقولش واحد يجي من الشارع يتناول ويخلص؟ ما ينفعش، لأنك جاي تكمل القداسة بجهاد الصلاة جوه القداس، وانت بتصلي الألحان، وانت مركز مع القرايات، وانت بتسجد، وانت بتقول أجيوس،
كل ده الروح القدس عمال يجهزك للحظة الالتصاق بالقدوس. فما ينفعش تقرب كده خطيت يعني وانت مبهدل كده. فاكرين المثل بتاع المدعوين لما واحد دخل مش عليه لباس العرس قال له ايه اللي دخلك هنا؟ انت دخلت ازاي؟ طلعوه بره. طب ما هم كلهم جربانين وكلهم غلبانين وحالتهم حال، بس دخلوا من الباب اتنضفوا اتظبطوا عشان يبقوا قد العرس. عشان كده لو ما كنتش تايب ولا مؤمن ولا بتجاهد لا ما تتناولش. طب جهادك هيوصلك القداسة؟ لا لا، القداسة في الآخر نعمة، بس بياخدها اللي بيحاول اللي بيسعى. من له يعطى يزداد، من ليس له، واحد لا بيجاهد مع أفكاره ولا بيحافظ على نفسه ومتساهل مع دماغه، لا مش مفروض تتناول على فكرة، لأن القدسات دي مش للناس دي، دي للقديسين. فأنت إذن عليك دور تسعى في القداسة عشان تاخد القداسة. ده شكل الكنيسة الحقيقي قدام المسيح، جنس مختار. يبقى اللي بيتناولوا دول ناس مختارين مش أي حد، كهنوت ملوكي لأن أبوكم ملك، أمة مقدسة. دي كل دي تعريفات الكنيسة في العهد الجديد، إن كل أعضاء الكنيسة مقدسين أو قديسين، تقدسوا بالروح القدس بقوا مختارين، فما بقوش شبه الناس. عارفين أزمة الكنيسة في هذا الزمان؟ إن الفرق بين مسيحي وغير مسيحي ما بقاش باين، إن إحنا تنزلنا عن وصية القداسة، إن إحنا ما بقيناش بنجاهد عشان نبقى قديسين، إحنا عاوزين نبقى كويسين. إيه كويسين دي؟ ما جاتش في الكتاب. يعني إيه كويسين؟ بمعايير الدنيا يعني؟ لا، بص الإنجيل بيطلب مننا إيه، والروح القدس اللي فينا عاوز مننا إيه، والمسيح القدوس مثلنا الأعلى هو ده المطلوب. لو كلنا عنينا في الاتجاه ده الفرق هيبقى كبير جدا بين اللي جوه الكنيسة بيتناوله وبين اللي بره الكنيسة. لكن أول ما الفرق ده يختفي ضاعت الكنيسة كلها وراح تأثيرها عن العالم. ليه الكنيسة الأولى كانت بتضم أول بأول؟ لأن كل اللي فيها كانوا قديسين، كان الرب يضم كل يوم الذين يخلصون، لأن شعب الكنيسة البسيط كان عايش بقداسة. فمن غير وعظة تلاقي الناس جاية تجري. النهاردة الوعظ كتير، كنايس زحمة، بس الفرق بين اللي جوه الكنيسة بيتناولوا وبين اللي بره الكنيسة فرق صغير، إن كان في فرق. خلاص باظت الحكاية، بوظنا القصة كلها. إيه اللي هيدخل الناس اللي بره جوه؟ إذا كانوا اللي جوه بيكذبوا زيهم أو بيفكروا في الفلوس زيهم أو بيتخانقوا مع بعض زيهم، طب خلاص. لكن الطبيعي إن كل اللي جوه الكنيسة بيتناولوا دول قديسين، بيحبوا بعض جدا، بيحبوا ربنا جدا، ما يعرفوش في الكذب واللف والدوران والشهوات، كل ده بيقاوموه، استحملوهوش. وبالتالي الناس شايفة الفرق وتقدر تتنقل من الضلمة لنوره العجيب. النص ده كان بتاع قراية قداس الصبح النهاردة. عشان كده في فعل في الكتاب اسمه تقدسوا او كونوا قديسين، يعني اعمل دورك. صحيح القداسة نعمة دية، بس انت عليك دور، وكل مرة تقول له ليتقدس اسمك كأنك بتقول له اعمل معروف خليني قديس شبهك. انا مش عارف اعملها دي، وهي لسه صفيح الزبالة، افكار ولخبطة واهتمامات ومشغوليات شغلك بقى رب. فتقدسوا يعني اعمل الحتة اللي عليك. تقدسوا احد معانيها ابعدوا عن الغلط، انعزلوا عن الشر، عشان ربنا يعرف يعمل دوره. تاخدوا بالكم، تقدسوا لان الرب يعمل. وضحت الآية؟ تقدسوا دي عليك والرب يعمل عجائب. هتقول لي طبعي ملخبط، دي عاوزة معجزة، مش هتعرف انت تعمل، سيبها له بيعمل معجزات، الرب يعمل عجائب. ازاي موسى الاسود يبقى القديس موسى الاسود؟ عجائب. بس هو الراجل كان بيتقدس يعني بيحاول. ازاي اللص اليمين يبقى قديس؟ الرب يعمل عجائب، بس الراجل عمل الحتة اللي عليه، اذكرني يا رب، واعترف وقال انا استاهل الموتة دي. اذا قدسوا صوما او تقدسوا، دي وصية كتابية واضحة. وقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة. انت
مش لازم تجيب خروف خلاص، ما تجيبش حاجة، تعال هات جسدك قدسه لله. المطانية تقديس، الصيام تقديس، التركيز في الصلاة تقديس، رفع الإيد تقديس، خدمة الرحمة دي نوع من التقديس، التوبة اللي من القلب، كل ده بتقدم جسدك ذبيحة مقدسة. فكأننا كلنا مشروع شهداء، لأن أجمل حاجة انطبقت الشهيد ذبيحة مقدسة، قدم جسده ذبيحة بالمعنى الحرفي، احنا بنقدمها بالمعنى الروحي. ده يوصلنا لتعبير تاني اسمه شركة ميراث القديسين. يعني المسافة اللي بيننا وبين العذراء وماري جرجس وابو سيفين بنحس ان دول هناك واحنا هنا. على فكرة هم لا هناك ولا هنا، احنا كلنا جسد واحد، احنا كلنا عيلة واحدة. وعشان كده تلاحظوا ان في يعني قديسين معاصرين تلاقوهم بيكلموا عند العذراء. مرة جالنا ابونا انجيلوس هنا، انجيلوس الانطوني الله يناح روحه، كان لقاء كهنة وجبناه وحتى شلناه بالكرسي عشان يقعد هنا، وقعد يقول كلام متسجل. يعني العدرة اصلها بتقول يا عم انت قاعد مع العدرة، ايه يا عم الكلام ده؟ فتحسوا في ناس كده واصلة للمستوى ده، كان سيدنا انبا ميخائيل، في ناس كتير كانوا كده. ايه ده؟ المسافة اللي بينهم وبين القديسين قلت، لان هم مركزين، بشر زينا على فكرة وكانوا بيغلطوا بس هم مركزين. فما تستبعدوش القداسة، لأن عندنا كل مؤهلات، عندنا الروح اللي بيقدس، عندنا المذبح اللي بيقدس، عندنا الإنجيل اللي بيقدس. فبصراحة فاضل تعمل دورك فتدخل في شركة ميراث القديسين في النور، يعني تبقى من عيلة القديسين. ما بقاش غريب بقى انك تشوف قديس، او بلاش تشوف لحسن يحصل لك حاجة، لكن على الاقل تبقى المسافة بينك وبينهم مش بعيدة. بولس في السجن قال لهم ايه؟ انا عاوزكم، برجعكم تاني لكلمة راسخين، متأصلون متأسسون في المحبة. دي اهم وصية للقداس، تحبوا بعض من قلب طاهر بشدة، لان طول ما بتحب الناس بنقاوة تستطيع ان تدرك مع جميع القديسين. بقيت شايف اللي هم شايفينه، وعارف اللي هم عارفين، وعايش زي ما هم عاش، العرض والطول والعمق، يعني تتفسح في السماء مع المسيح. تعرف اللي محدش بيعرفه غير القريبين، الربط بقى، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة كي تمتلئوا إلى كل ملء الله. دي القداسة، إن ربنا يملاك بقى، يملأ قلبك ويملأ عقلك، فتبقى عايش عيشة مختلفة خالص عن اللي انت كنت متعود عليها. لإلهنا كل مجد وكرامة.